بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية بلشنا نحكي عن الـ NFA. مين يحكي لي ايش الفرق بين الـ NFA والـ DFA؟ ايش التشابه وايش الفرق؟ اي شباب، ايش وجه الشبه وجه الاختلاف بين الـ NFA اللي هي Non-Deterministic Automata والـ DFA اللي هي Deterministic اوتوماتا؟ انهم دكتور ريجلر لانجويج. احسنتي، هي اول شبه بينهم انهم اثنين بيعبروا عن ريجولار لانجويجز، فقط الحدود تاعتهم اللغات اللي بيقدروا يوصفوها ويعبروا عنها هذول الماشينز هم فقط الريجولار لانجويجز، اللغات المنتظمه. تمام، طيب هي وجه الشبه. ايش وجه الاختلاف بينهم؟ كمان في وجه شبه آخر، إنهم اثنين ما بيحتوي على إيش؟ ميموري، ما فيهم ميموري. التو ماشينز هدول ما فيهم ميموري. التو ماشينز هدول ما فيهم ميموري. هنتعلم ماشينز بالمرحلة القادمة حيكون فيها ميموري، لكن ال NFA وال DFA ما بيحتوي على ميموري. فباللغات اللي بحاجة التعبير عنها ميموري، أوكي، هدول اللغات التو ماشينز بيقدروا شو يعبروا عنها. مين يعطيني اللغة مش ريجولر؟ مين يعطيني لغة مش ريجولر؟ ال NFA وال DFA ما بيقدروا يعبروا عنها. اللي خدناها ذاك اليوم لما يكون ال A أس N و B أس N ما يكون نفس العدد. أحسنت، يعني أحد اللغات المعروفة اللي هي مش ريجولر، not regular language، example اللي هو زي L عبارة عن AN BN، N أكبر أو تساوي 0 أو أكبر أو تساوي 1. هاي اللغة معروفة إنها مش regular لأنها بحاجة لميموري. طب كيف يعني بحاجة لميموري؟ يعني بس أخلص المشين، تخلص consuming الـ A، بس تخلص اللي هي العد تبع الـ A، ما بتقدر تحتفظ عدد الـ A's، ما بتقدر تحتفظ بعدد الـ A's. فلما تبلش بالـ B، أوكي، ما هتعرف تجيب عدد B مساوي لعدد الـ A، لأنه ما عندها ميموري تخزن عدد الـ A اللي قرأتهم. واضح؟ لأنه هاي المشين ما عندها ميموري تخزن العدد اللي قرأته من الـ A. كيف بدها تعمل ماتش تتأكد إنه عدد الـ A مساوي لعدد البي؟ ما عندها ميموري، فما بتقدر تعبر عن هاي اللغة. طب لو كانت اللانجوج AN BM و N و M أكبر أو تساوي 0، هاي اللغة ريجولر ولا مش ريجولر؟ إيش الفرق بين هاي وبين هاي؟ دكتور، الأولى ما أقدر أتحكم فيها، لكن الثانية أقدر أتحكم فيها، يعني معروفة. كيف يعني تتحكم فيها؟ مو فاهم الدكتور ماضي. أنا يعني يمكن ما عارفة أشرحها، يعني مثلا عدد الـ A غير عدد الـ B، مثلا هذا قصدي. مو شرط إنه يساوي عدد الـ B. هون الـ strings اللي belong لهاي الـ language، عدد الـ A ممكن يساوي وممكن ما يساوي. تمام؟ فبالتالي هاي اللغة is not regular، مش بحاجة لإيش؟ مش بحاجة لميموري. بمعنى إنه أنا الـ AN بقدر أعبر عنها بلوب و الـ BN برضو بقدر أعبر عنها بلوب. لو خلينا هاي فاينل وهاي فاينل، هاي عبارة عن NFA بتمثل هاي اللانجوج. لاحظوا هاي اللانجوج او هاي المشين ممكن تقبل string فيهم عدد الـ A مساوي لعدد الـ B، وممكن تقبل string عدد الـ A مش مساوي. ممكن تقبل A لحالها، ممكن تقبل B لحالها، لأنه two final هذول. واضح شباب؟ أما هاي المشين ما بقدر أعمل هون loop وأحكي له loop هذا بدي يلف ثلاث مرات بس، ما بقدر أتحكم فيه.
فبالتالي الماشينز اللي انا بسويها ما بقدر اتحكم فيها بعدد الـ A وعدد الـ B لانه ما عندي ميموري. شباب واضح الفكره؟ طيب هلا حكينا وجه الشبه بين الـ NFA والـ DFA انهم اثنين بيعبروا عن regular languages وانهم اثنين does not contain memory. طيب ايش وجه الاختلاف؟ الاختلاف دكتور بالموفينج، يعني الديترمينستيك 1 ستيب، الثانيه يعني مور ذان 1. شكرا نشمي، تفضل. الجواب دكتور انه مثلا بالدي بقدر اني انتقل، بس لازم يكون في A و B لكل ست. يعني لو انا على سبيل المثال عندي ماشين، لو انا عندي ماشين معينه اوكي، وكانت الالفابت تبع هاي الماشين هي اي بي، هيك زي ما اللي بحكي، عشان هاي تكون دي اف اي لازم كل طالع منها اي وبي، اي وبي. الان اف اي بزبط بس اي وبزبط بس بي، ممكن يضبط لحاله بس اي وما يطلع منها بي، او ممكن يطلع منها تنتين اي وممكن ما يطلع منها ولا شيء عادي. واضح؟ يعني انا عندي ريستريكشن على الدي اف اي، عشان هيك اسمها ديترمينستيك. الموفينج محدد، لما اكون واقف على ستيت ويجيني انبوت في عندي فقط وان موف. هون بس اكون واقف على ستيت ويجيني مثلا الاي، عندي خيار اما اروح بهذا الاتجاه او اروح بهذا الاتجاه، او ممكن انا ستك. ستك يعني واقف ما عندي اي خيار، خلاص بضل واقف على هاي المشي على هاي الستيت وما بقدر اتحرك. واضح؟ فال NFA عدد الموفز او الترانزيشنز اللي طالعين من ستيت ممكن يساوي او ممكن ما يساوي عدد الالفابت. واضح؟ ممكن يزيد ممكن ينقص. واضح يا شباب؟ طيب هلا قلنا انه الـ NFA هي نفسها نفس الـ DFA ما عدا زي ما حكينا المحاضرة الماضية على اي ستيت ممكن يكون طالع مني، على اي ستيت ممكن يكون طالع اكثر من موف. هذا الحكي اللي بتحكيها الفقرة اوكي، وممكن على اي ستيت ما يكون طالع منها ترانزيشن بعدد الانبوت. هذا الحكي، وبالتالي ايش حيصير عندي؟ بينج ستاك. انا حوصل ستيت ويكون عندي انبوت ما اقدر اتحرك، اوصل لمرحله انها ستاك. اما بالنسبه للدي اف اي لا، دائما عندي موف، دائما انا واقف على ستيت بغض النظر عن الانبوت اللي اجاني، دائما عندي موف. هذا بالدي اف اي. بالان اف اي لا، ممكن يكون عندي موفز زياده فيكون في عندي كثير اوبشنز، او ممكن ما يكون عندي اصلا موف. طيب متى بعمل اكسبت للسترينج بالنسبه للان اف اي؟ على الاقل لازم يكون في عندي وان ووك، لازم يكون في عندي وان بوسيبل سيكونس اوف ستيت توصلني من الستارت للفاينل. يعني لو انا عندي على سبيل المثال 10 باثس، 10 طرق بقدر اوصل فيها من الستارت للفاينل باستخدام الدبليو، هذا بكفي يكون في عندي طريق واحد يوصلني من الستارت للفاينل. يعني لو عندي 9 طرق ما بوصلوني لو امشي فيهم باستخدام الدبليو من الستارت اوكي، وعلى الاقل طريق واحد بوصلني، معناته الدبليو اكسبتد. هاي اخذنا اكزامبل هون على ان اف اي. ليش هاي بعتبرها ان اف اي؟ لانه كيو 0 ايش مالها؟ طالع منها تو ترانزيشنز، كيو 0 طالع منها تو ترانزيشنز، اثنين الليبل تبعهم ايش؟ 0. فلاحظوا انا واقف على كيو 0 اوكي، ليتس سي انه انا على سبيل المثال الدبليو عندي اللي انا بدي اعمل له تيست انه مقبول ولا غير مقبول بهاي المشين كان عباره عن 0 0 0 1. لاحظ هلا بامكاني على سبيل المثال ابدا من كيو 0 اقرا 0 واضلني وين؟ على كيو 0، ارد اقرا 0 ثانيه واضلني على كيو 0. ليش؟ لانه في عندي لوب 0، اقرا 0 واضلني على كيو 0، اقرا 1 واضلني على كيو 0. لاحظ خلصت الانبوت وانا واقف على نون اكسبتنج ستيت،
هل بحكي انه هذا السترينج مش اكسبتد؟ متى بحكي انه هذا السترينج مش اكسبتد؟ لما اجرب كل الطرق، لما اجرب كل الباتز وكلهم ما يزبطوا بحكي انه W مش اكسبتد. طب لو جربنا طريقة تانية، اول زيرو ضلينا على كيو زيرو، وتاني زيرو ضلينا على كيو زيرو، ثالث زيرو انتقلنا على كيو 1، يعني هاي زيرو نقلتني على كيو 1، بعدين قرأت 1 انتقلت على كيو 2، كيو 2 فاينل، معناته هذا السترينج ايش ماله؟ اكسبتد. واضح شباب؟ واضح اللي انا بحكي فيه. الدي اف اي بجرب مره واحده، ما زبط معي السترينج، ما وصلني لفاينل، بحكي مش اكسبت. الان اف اي لازم اجرب كل الباثز، على الاقل واحد فيهم يزبط بحكي اكسبتد. عشان احكي هذا السترينج مش اكسبتد لازم اجرب كل الباثز من الكيو 0 للكيو فاينل. اكزامبل، على سبيل المثال، مين يحكي لي ايش اللانجوج اللي بتمثلها هاي الان اف اي؟ شباب ايش اللانجوج اللي بتمثل هاي؟ A2 واحدة A بالضبط. A إذن اللانجوج اللي بتمثلها هاي الان اف اي هي A. لاحظوا الالفابت معرفة فقط على A، يعني مو عندي A B، عندي بس A. هاي مشكلتها ايش؟ انه انا عندي الـ Q0 طالع منها اكثر من الترانزيشن لهم نفس الليبل، فبالتالي هاي مش DFA NFA. واضح؟ طيب لو انا عندي على سبيل المثال السترينج A AA، ايش الاوبشنز الموجودة عندي؟ انا واقف على Q0 وجتني اول A، اول اوبشن عندي ان انا ايش؟ انزل لتحت، انزل على Q3، انتقل من Q0 ل Q3 من خلال الـ A. هلا صفى عندي كمان A وانا واقف على Q3. هلا انا واقف على Q3 لما تجيني A في عندي اي موف؟ في عندي اي ترانزيشن ممكن ينقلني من Q3 من Q3 ل ستيت اخر؟ اي شباب؟ لا دكتور ما في. لا دكتور. فبالتالي بقول ستاك، انا هنا ستاك، بقول ريجكت، تمام، ريجكت لهذا الباث، ما بعمل ريجكت للسترينج، فلازم اعمل باك تراك، ارجع مره ثانيه واجرب باث اخر بما انه عندي انذر بوسيبيليتي. باجي بقول انا واقف على كيو 0 واجتني الاي، وين بتنقلني؟ على كيو 1. اجاني كمان اي، وين بتنقلني؟ على كيو 2. وصلني لأكسبت من خلال AA yes، بالتالي بحكي أكسبت. واضح؟ فعشان أحكي rejection لازم أجرب كل الباثز ولا واحد فيهم يزبط. فبقول لي أنا هون لأنه عندي two choices، خيارين على الـ Q0، بالتالي هاي مش DFA. وبعض الـ state ما إلها أصلا transition، هذا الاشي مقبول بالNFA بس مش مقبول بالDFA. بحكي لي خد اول اكزامبل، لو انت عندك على سبيل المثال AA، هذا السترينج موجود بالانبوت تيب، هذا سميناه تيب، الشريط اللي هو بنحط فيه الانبوت، تفاعل انه مقسم لسيل، خلايا، كل خلية بحط فيها ايش؟ رمز من رموز الانبوت. يعني انا عندي هون W هو AA، وهي المشين بتعمل له تيست هل AA accepted ولا لا. فأنا واقف على Q0 وقرأت أول A، عندي two options، إما أتحرك لQ1 أو لQ3. على فرض إنه أول مرة تتحرك لوين؟ لQ1، تمام؟ هلأ عنده إيش كمان؟ الـ A الثانية لازم يقرأها وأنا واقف على Q1. إيش الموف الوحيد اللي مسموع عندي هون؟ أتحرك على Q2، قرأت الانبوت كامل ووصلني لفاينل، بعتبرها accepted ولا rejected؟ إذا accept. هلا لو روحت على second choice، خيار ثاني من البداية، واقف على Q0 واجتني A، ما انتقل على Q1، انتقلت على وين؟
على Q3. هلا مين يحكي لي ايش السيتويشن، ايش الوضع الحالي اللي انا موجود فيه هلا؟ هل الانبوت كونسيومد؟ هل الانبوت انقرأ كامل؟ لا، انقرأ جزء منه. احسنتي، لا انقرأ جزء منه. هل عندي موف يحركني من Q3؟ هاي الوضع بسموه ستاك. انا هلا ستاك، المشين وقفت اوكي، بس لانها NFA ما بتعطي ريجكشن لهذا السترينج، بتعمل باك تراك. باك تراك يعني برجع مره ثانيه على الستارت وبجرب باثز ثانيه. هلا متى بيعطي ريجكت؟ اذا جرب كل الباثز وكلها رفضت، وهذا الريجكت مش للسترينج، ريجكت لهذا الباث، لازم فعليا يعمل باك تراك ويرجع مره ثانيه. بقول لي متى ال NFA accept a string when there is a computation؟ على الاقل بدي يكون في عندي computation of the NFA that accept the string. ايش يعني computation؟ بقول لي all input is consumed، الشرط الاول، كل الكاركتر تبع السترينج قرأت، والاوتوماتا وقفت على accepting state، هاي الشرط الثاني. على الاقل there is a computation، على الاقل يكون عندي computation واحد. ايش المقصود بالcomputation؟ اني قرات الانبوت كامل وواقف على final. فبقول لي AA accepted لانه على الاقل عندي computation وصلني لacceptance. ايش هو هذا الcomputation؟ هذا الcomputation هي مضلله بهذا الباث وصلني لaccept، هذا الcomputation وصلني لreject، بس على الاقل we have one computation okay that leads to accept. واضح يا شباب؟ شباب واضح اللي انا عم بحكي فيه؟ واضح دكتور، واضح. تمام، another example، لو انا عندي string w يساوي a وحده، بقول لي هلا هون لاحظ جرب كل الباثز. اول باث ناخذ الباث الاول، عملنا consume للstring، بس أنا مش واقف على final state، فهذا مش computation، reject. جرب another option، واقف على Q0 okay وانتقلت ل Q3، برضو إيش، خلصت الانبوت كامل بس أنا مش واقف على accepting state، واقف على non accepting، فبرضو reject. هل في عندي computation ثالث، أو في عندي path ثالث، أو option ثالث؟ لا، خلصت كل الأوبشنز، فبالتالي بقدر أحكي إيش؟ reject. وبقول لي قاعدة when there is no computation of the NFA that accept the string، ما عندي ولا computation بوصلني ل accept أوكي، في الحالة هاي بعمل reject للstring. بقول لي عشان ال computation all the input is consumed and the automata is a non-final state، لازم هذا الاشي يتطبق على كل الكمبيوتيشن عشان اعمل ريجكشن. كل الكمبيوتيشن بوصلوني اما الانبوت كامل كونسيومد وانا على نون فاينل، او الانبوت كانت بي كونسيومد. مين يعطيني مثال على الانبوت كانت بي كونسيومد؟ لو انا عندي انذر اكزامبل، مين يعطيني اكزامبل ريجكشن هون الانبوت كانت بي كونسيومد؟ الاي اللي رايح الكيو 3، لو اخذت السترينج 3 اي، لاحظ هون كيو 0 اي بتوديني على كيو 3، هون عملت كونسيوم بس لوان كاركتر، لوان سيمبل من الانبوت. شوف الكمبيوتيشن الثاني، كيو 0 اي ودتني على كيو 1، بعدين كيو 1 اي ودتني على وين؟ على كيو 2. بقدر اعمل كونسيوم للانبوت الثالث من هذا السترينج؟ لا، فهون الانبوت كانت كونسيوم، فبالتالي ريجكت. اذا هاي الخيار الاول، ان الانبوت كانت كونسيوم، كل كومبيوتيشن كانت كونسيوم الانبوت، فبالتالي هذا ريجكشن. نفس الشيء لو اخذت دبليو يساوي اي، هون الانبوت كونسيومد، يعني لو رحت هذا الاتجاه بعمل كونسيوم للانبوت، قراته كامل، بس المشكله اني انا مش واقف على فاينل ستيت. ونفس الشيء لو رحت بهذا الـ choice الـ input consumed،
بس المشكلة إن أنا مش واقف على فاينل. واضح يا شباب؟ فبقول لي الـ NFA reject في الحالتين هدول for each computation، كل الـ choices بتأدي إلى هذا الخيار أو هذا الخيار. تمام؟ هاي example حكيت عنه هون. 3A الـ input cannot consumed، input cannot be consumed، فبالتالي rejection. وكل الـ choices بتوديني إنه الـ input cannot consumed، بالتالي الـ A triple A أو triple A هدول هذا الـ string is rejected من الـ NFA. هاي بقولي إيش الـ language؟ زي ما قلنا فقط أنا عندي one string ممكن يكون accepted من هاي الـ NFA. في حد شباب الصوت عندكم واضح؟ واضح دكتور. طيب ممكن معناته زميلتنا هون عندها مشكله بالنت. اوكي طيب ناخذ هذا الاكزامبل. يس بس انا علق عندي النت شوي، بس بدي اسالك الثلاثه ايه حكيت ما بتنقبل صح؟ الثلاثه ايه ما بتنقبل. هلا احنا حكينا السترينج ما بينقبل، لازم كل الكمبيوتيشن تؤدي الى احدى خيارين. الخيار الاول انه الانبوت كانت بي كونسيومد، تمام؟ الانبوت cannot be consumed أو consumed وأنا واصل على rejection non accepting state. تمام، لازم أجرب كل احتمالات بالـ NFA عشان أحكي إنه هذا rejected. على الأقل لو واحدة accepted من الكمبيوتيشن بحكي إنه هذا إيش accepted. تمام. هلا نقطة أخرى عشان يخلي الفاينايت أوتوماتا NFA وجود اللامدا، فأنت مباشرة إذا أنت عندك NFA وفيها لامدا مباشرة بحكي إنه هاي إيش مالها. لما يكون عندي finite automata وفي أحد الستيت طالع منه transition بلامدا label بحكي إنه هذا إيش ماله، إنها NFA. بقول NFA is non-deterministic not only because several edges with the same label originating from the one vertex. بقول لي إنه NFA هي مش non-deterministic بس عشان هذا، إنه أنا في عندي state طالع منها أكثر من transition لهم نفس الليبل، but also because it has a lambda transition. فإذا كان أحد الستيت طالع منها lambda transition مباشرة بحكي هاي NFA. طبعا هون وجود اللامدا ما إله داعي، بس هاي عشان كمثال عشان هون يفرجيني كإيش كمثال. هون بقول لي على سبيل المثال بدي يفهمني انه اللامدا لما تجيني، لما انا اقرا لامدا او انتقل باستخدام لامدا، اوكي ما بعمل كونسيوم لاي انبوت، واللامدا ممنوع انها تكون موجوده داخل الانبوت تيب. شباب قاعده اللامدا ممنوع انها تكون موجوده داخل الانبوت تيب، ولما انتقل من ستيت لستيت بخلال لامدا ما بعمل كونسيوم ولا لاي انبوت. واضح يا شباب؟ طيب بيجي واحد بيحكي لي طيب ايش الهدف منها؟ بتسهل علي كتابه الـ NFA. هلا اعطيكم اكزامبل فرجيك كيف مرات انا بحتاج اني احط لمدة عشان اسهل الحل. هو بيحكي لي على سبيل المثال لو انا عندي AA، AA هون accepted ولا لا يا شباب؟ هاي الـ NFA بتعمل accept للسترينج AA ولا ما بتعمل له accept؟ accept دكتور. خلينا نجرب مع بعض. أول شيء نقرأ الـ A بنقول لي من Q0 لـ Q1. قرأنا اللي بعد، لاحظ هون ما عندي من الـ Q1 طالع A، فأنا واقف هون ما بقدر أقرأ الـ A.
طب ايش بقدر اسوي؟ المشين تقدر تتحرك مباشره من كيو 1 لكيو 2 بدون ما تقرا ولا شيء. شايف ريد هيد داز نوت موف، الريد هيد هذا ما تحرك. انا انتقلت من ستيت كيو 1 لستيت كيو 2 لانه انا عندي لامدا بدون ما اعمل كونسيوم لاي انبوت، بدون ما اعمل ريد لاي انبوت كاركتر. تمام. هلا انا واقف على كيو 2 واجاني A، واقف على كيو 2 واجاني A، بقدر هلا احرك الهيد واعمل كونسيوم للA واوصل لفاينل ستيت. المهم بهذا السلايد انك تفهم عملية الانتقال من ستيت لستيت من خلال لمدا ما بيحرك الهيد تبع الانبوت. واضح شباب؟ واضح اللي انا حكيته؟ دكتور بس شوي، دكتور لو سمحت، احنا قصدنا ان لمدا توصلنا صح؟ نقصد انه لمدا توصلنا بس بدون ما نقرا اي انبوت. بس ما نحسبها ضمن ال ما نحسبها ضمن الانبوت. يس، ما بنحسبها ضمن السترينج. احسن هذا اللي معلومه بدي اياها توصل، انه لمدا ما بنحسبها ضمن السترينج، ممكن توصلني تنقلني من ستيت لستيت. فهون السترينج اي اي اكسبتد مع انه كيو 1 مو طالع منها اي، بس انا بقدر انتقل من كيو 1 لكيو 2 من خلال اللمدا. طيب 3 اي خلينا نجرب مع بعض. واقف انا على كيو 0 وجتني اي، حنتقل لوين؟ لكيو 1. هلا كيو 1 حينتقل لكيو 2 بدون ما يحرك الريدنج هيد. هلا انا واقف على كيو 2 واجاني الاي، الاي هاي حتحركني من كيو 2 لكيو 3. تمام. هلا انا واقف على كيو 3 على اكسبتنج ستيت، بس المشكله هل عملت كونسيوم للانبوت؟ لا. هل هاي الحاله بعتبرها اكسبت ولا ريجكت يا شباب؟ ريجكت. ايش السبب يا نشميه انه ريجكت هون؟ لا لانه نوت كونسيوم اول ذا سترينج. احسنتي، ما اني ما عملتش كونسيوم اول ذا انبوت اوف ذا سترينج. الانبوت اوف ذا سترينج هاي السترينج عندي 3 اي، عملت كونسيوم بس للاي اي، ما عملت كونسيوم للاي الثالثه، فبالتالي هذا السترينج ريجكتد. فبقول لي انبوت كانت بي كونسيومد، فبالتالي التريبل اي is rejected. هل في عندي كوميوتيشن اخر؟ ما عندي كوميوتيشن، ما عندي تشويسز اخرى، فخلص مباشره بعمل ريجكشن. طبعا ايش هون اللانجوج اللي هي بس اي اي. لاحظوا هون استخدمت اللمدا عشان اعمل لوب، استخدمت اللمدا عشان اعمل ايش؟ لوب. مين يحكي لي ايش اللانجوج الاكسبتد هون؟ اي بي. طيب نسأل حالنا، هل اللمدا accepted ولا لا؟ هل بقدر أنتقل من Q0 لـ Q0؟ لا 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 دكتور، بدون ما أقرأ ولا إشي؟ لا، فاللمدا مش accepted. إيش المينيمال string length؟ قديش؟ إيش أقل string ممكن يكون accepted بهاي اللانجوج؟ AB. لاحظ الـ AB وصلني لأكسبتنج ستيت. طيب هلأ أنا بعد ما أقرأ الـ AB بقدر أكمل ورد أرجع مرة ثانية؟ يس. لما أرجع مرة ثانية إيش حرد يسوي لي بعد الـ AB؟ يسوي لي كمان AB. لاحظوا أنا عندي AB، عندي AB AB، عندي AB قوة 3 وهكذا. طيب مين بيقدر يعبر عن هاي طريقة البيلدينج سيت بطريقة هيك فورمال؟ ايش النمط عندي هون؟ language start for A and end with B. W. اوكي، ما بدي describe in English، يعني احكي لي النمط، قول لي مثلا هاي عباره عن اي بي باور كلها قديش؟ ان ان، وان اكبر او تساوي قديش؟ زيرو. لا، لو اخذت زيرو
A B قوة زيرو إيش حيصير عندك هون؟ واحد. واحد كيف عبرت عن هاي؟ قلت لك أجيب لك زي هيك مشين وأقول لك عبر لي عن هاي المشين. لك تدور على نمط. فهي عبارة عن A B قوة N وN أكبر أو تساوي واحد. دكتور بلا سؤال بلا سؤال. تفضلي. يعني أنا الحين دكتور اللامدا استفدت منها مرتين. مرة استفدت منها إنه أعطتني باث حتى إذا كانت بين التو ستريب تو سيمبل إنزين وصلتني. والمرة الثانية أنا قاعد أشوف من كلامك إنه سوينا لوب نفس بعد ال جتني لمبة وسويت لوب مرة ثانية. يعني أنا استخدمتها مرتين استفدت منها مرتين صح دكتور؟ هو بدي بس يوضح لي إنه أنا ممكن يكون عندي أي ترانزيشن في لمدة. بس هاي على سبيل المثال في داعي أنا أعمل Q3 وأودي من Q3 ل Q0 ولا ممكن أنا من Q2 مباشرة أرجع بلمدة. أوكي. بس هم بيفرجيني إيش الحرية تعيت ل NFA. يعني أعطيك مثال إكزامبل. لو أنا عندي مثلا هاي اللانجوج L بدها تساوي AN BM وN وM أكبر أو تساوي 0 وقال لك اعمل لي NFA. لاحظوا بكل بساطة بقدر أعمل AN لحال. بقول أنا لأنه ما أي ما في عندي أي علاقة بين عدد الـ A وعدد الـ B بقدر أعمل A لحال. إيش الـ A عندي هون؟ يعني إيش الـ NFA اللي بقدر أسويها الـ A to the power N؟ كيف بمثلها؟ ممكن تكون A أس 0 هذا لوب دكتور لوب بمثلها بلوب على الزيرو هذا Q0 على الـ Q0 بمثلها بلوب. طيب والبي ام كيف بقدر امثلها؟ هل نفس الشيء دكتور هم لوب هذه ام ولا ان ام ام صح هاي ام نعم. تمام. طيب انا ممكن ارسم هاي لحال وهاي لحال واوصل بينهم بلمدا واحكي الفاينل ستيت عندي فقط ايش كيو 1. لاحظوا هون ممكن تكون الان طبعا هون ان فاصله هاي ممكن تكون الان 10 والام 0 فانا هون باخذ 10 اي وبلمدا بتوصلني للفاينل ستيت ما اخذت ولا بي. وممكن من البدايه ما يكون عندي ولا اي واخذ بي 20 مثلا السترينج اللي عندي بي قوه 20 ما أخذ ولا A مباشرة أنتقل من Q0 ل Q1 بلمدا وأعمل 20 B وأقول هاي accept عمل generate لهذا السترينج فبالتالي هاي المشين تقبله. ممكن أخذ أي عدد من A followed by أي عدد من B فلاحظوا أنه استخدمت لمدا. واضح يا شباب؟ أوكي دكتور. بس هون examples هاي عشان توضح لي انه انا كيف ممكن استفيد من لمدا. فانا هون على سبيل المثال الاي بي نشوف كيف اكسبتد توديني الاكسبت اوكي وكيف اي بي اي بي لما اوصل للبي بعمل موف من كيو 2 لكيو 3 بدون ما اعمل موف للهيد وبنتقل من كيو 3 لكيو 0 بدون ما اعمل كونسيوم ولا لاي انبوت. تمام. هلا من كيو 0 لكيو 1 بنتقل مرة تانية بعمل كونسيوم للـ A من Q1 لـ Q2 بعمل كونسيوم للـ B اللي حتوصلني لإيش عملت كونسيوم لكل الـ Input واقف على Final فبالتالي إيش Accepted. هون لاحظ عبر عنها بطريقة تانية قال لي عبارة عن AB Plus متذكرين هاي الـ Plus إيش بتعني؟ إنه فيها لمدة ذات لمدة وما فيها لمدة إنه one or more يعني البلس دائما بتعني n أكبر أو تساوي واحد والستار بتعني n أكبر أو تساوي إيش زيرو. واضح يا شباب؟ طيب مين يحكي إيش اللانجوج هون؟ ايش اللانجوج يا شباب؟ عشان تعرف اللانجوج خد examples. اول شيء لمدا accepted
accepted. طيب نجرب 1 0 accepted. طيب 1 0 هون لا 1 1 لا. طيب معناته ايش؟ عندي بس 1 0 بهذا اللوب 1 0. بعد ما ارجع بزيرو هون برضه اقدر اخذ كمان 1 0، فعندي 1 0 1 0. ايش النمط عندي للاكسبتد سترينج؟ ان اوس اكبر من او يساوي 1. بس لمين ايش السترينج؟ لا 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 غلط غلط. في عندي 1 يعني في 1 0 اس ان، وان اكبر او تساوي 0. او بقدر اعبر عنها بهي الطريقه، اقول عباره عن 1 0 ستار. بس دكتور شو راح تصير؟ لحظه سمحت، عفوا. الحين احنا عندنا 1 1 0 اس ان، زين. إذا بقول إنه أكبر من أو يساوي 0، ال1 راح ياخذ ال0، ما راح ياخذ شيء. قصدك تبي يعني؟ لا 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 لا، قصدك تنتبهي، أنا هو ما بتعامل مع ال1 كرقم وال0 كرقم. بتعامل مع ال1 ككاركتر. واضح؟ أوكي. يعني لما أقول لك 1 0 هاد قوة 3، هاي إيش بتساوي؟ أكررهم، أسوي كونكتنيشن بينهم أي 3 مرات. ما لها دخل بأس، هي مش أس يعني زي من اثنين قوة، لا هاي مفهومها إنه كونكاتينيشن، يعني اعمل كونكاتينيشن للوان زيرو مع حالها 3 مرات وخدها كاملة، يعني هاي ما بتتوزع عليهم. واضح؟ أوكي دكتور. أوكي، فهاي عبارة عن 1 0 ستار. بقولي انتبه إنه اللمدة نهائيا مش ممكن تكون على إيش؟ على الانبوت تيبل. طيب مين يحكي لي هاي اللانجوج ايش بتمثل؟ لو انا عندي هاي ال ان اف اي بس ستارت ستيت وفي شيء عندي فاينل ستيت، هاي ممكن تعمل اكسبت لاي سترينج في الدنيا؟ ايش اللانجوج هون؟ فاي، او بنسميها المجموعه الخاليه، يعني اللانجوج لا تحتوي على اي سترينج. مين يعطيني ايش اللانجوج هون؟ لاحظ عندي بس ستارت هي فاينل وما عندي ولا ترانزيشن. ايش السترينج الوحيد اللي بتعمله اكسبت هاي اللانجوج؟ لامدا. لامدا هاي عباره عن فاي، وهاي عباره عن بس وان سترينج اللي هو لامدا. هذول سبيشال ماشينز. واضح يا شباب؟ يس. هل اللامدا ترانزيشن تزبط انها تكون بديترمينستيك اوتوماتا؟ طبعا نو no. ما بزبط ان انا احط لامدا بديترمينستيك. فبقول لي ايش الهدف من الان اف اي؟ الهدف من الان اف اي انه انا كان اكسبريس بقدر اعبر عن اللانجويج ايزير ذان دي اف اي. عمليه التعبير اكسبريس يعني اني اعبر عن اللانجويج، ارسم اللانجويج بالماشين اسهل بكثير من الدي اف اي. واضح يا شباب؟ اكيد. على سبيل المثال لو انا عندي هاي اللانجوج حلو وبدي اعملها دي اف اي، اف اي هون قصده فيها دي اف اي، عشان اعمل دي اف اي لللانجوج اللي معرفه فقط على الاي وفيها وان سترينج اللي هو الاي، باخذ من كيو 0 لكيو فاينل الاي. هلا كيو فاينل لازم يطلع منها على الاقل 1 ترانزيشن، لازم يطلع منها ترانزيشن اي، صح؟ لانها دي اف اي. شباب واضح اللي انا عم بحكي فيه؟ لو انا مثال عندي هاي اللانجويج بدي اعملها دي اف اي، اطلع من كيو 0 لكيو 1 اي، ولازم اطلع من كيو 1 اي بتروح على تراب ستيت، لانها هاي دي اف اي عليها شروط. بس لو انا بدي اعمل ان اف اي خلص من كيو 0 لكيو فاينل خط 1 اي خلصنا. لاحظوا الان اف اي اسهل بكثير من الدي اف اي، لانه الدي اف اي عليها شروط، مع انه التنتين بيقبلوا نفس اللانجوج. واضح يا شباب؟
طيب هلا نفس الفورمال ديفينيشن للدي اف اي عندي فورمال ديفينيشن للان اف اي برضه بقول لي انا بقدر اعرف الان اف اي بمجموعه ستيت مجموعه الالفابت الترانزيشن فانكشن احدد مين الستارت ستيت وايش السيت اوف فاينل ستيت طبعا نفس التعريف تاع الدي اف اي اكزاكتلي لو انا عندي ماشين اوكي بقدر دايركت اعبر عنها بالفورمال ديفينيشن هون على سبيل المثال ايش الست اوف ستيت مش لازم نعبر عنها بكيو دبليو اللي هو سيجما دلتا كيو 0 اف لو انا على سبيل المثال طلبت فورمال ديفينيشن ومعطيك الرسمه بدك تحدد لي هاي الاجزاء تقول لي كيو كذا الفا بت كذا ايش الكيو عندي هون كيو 0 كيو 1 كيو 2 كيو 2 الالفابت 0 1 1 وبعدين ايش عندنا ترانزيشن ستارت ستيت هي نفس الكيو 0 وايش السيت اوف فاينل ستيت كيو 0 كيو 0 ضل عندي الترانزيشن الترانزيشن بدي اعمله لكل ستيت بقول دلتا كيو 0 1 بتوديني وين التيبل قصدك دكتور كيف التيبل ممكن مثلها بتيبل اذا عندنا اكثر من واحده مثلها بتيبل وممكن ان امثلها بترانزيشن زي هيك طب لو بدي امثلها بتيبل كيف امثلها يعني شمية بتيبل بحط هون اقول مثلا الستارت ستيت وبحط هون الانبوت وبعدين الفاينل اللي تديني لها توصلني تمام باجي بحكي كيو 0 مع ال1 وين بتوديني كيو 1 على كيو 1 وكيو 0 مع 0 كيو لا العكس هذا بديني سوري العكس 1 1 5 طيب بعدين كيو 1 0 متوديني يعني انا كي اذا دخلت ب 0 ودخلت ب 1 كلهم يودوني على كيو 2 لا وفي 0 بعد يوديني اتجاهين في يوديني كيو 0 وفي مره يوديني كيو 2 انت شايف الانبوت دكتور هلا الكيو 1 بوديني اما على كيو 2 ايوه بدل الزيرو او بوديني على كيو 0 فلاحظوا هون كيو 1 0 بوديني على كيو 2 وبوديني كمان على كيو 0 وبحطهم التنتين الكيو 1 مع 0 بوديني على كيو 0 وعلى كيو 2 و Q1 مع ال1 وين بوديني؟ Q1 مع ال1 Q2 بس تمام؟ وفجاني Q00 بوديني على Q0 Q2 Q1 0 Q0 Q2 Q0 لامدا بوديني ايش؟ على Q0 لاحظ Q0 لامدا وين بوديني؟ Q0 مع اللامدا على Q2 دائما Q0 لامدا في خذها قاعده بوديك على الستيت نفسها بالاضافه وداني على Q2 بس دائما اي ستيت مع لامدا الترانزيشن تبعهم بيرجع على نفس الستيت يعني انا بقدر اعمل كونسيوم لللامدا وانا واقف على نفس الستيت تمام يا شباب الـ Q2 1 هاي Q2 مع الـ 1 فاي و Q2 مع 0 برضو ايش فاي ما عندي ترانزيشن هاي another example بقول لي Q0 A وين بوديني على Q1 واضح طب بقول لي Q0 AA لاحظوا هون بستخدم extended transition يعني بحط هنا string مع AA عندي احتمالين إما Q0 AA تروح على Q4 أو Q0 AA وين بتروح على Q5 متذكرين Extended Transition حكينا عنه ممكن يكون في عندي أكثر من Input يعني أنا بحكي دائما Extended Transition مع String فQ0 مع الـ AA إما بروح على Q4 أو على Q5 هاي بس يعني بدي يعلمني مجرد رموز
لما يكون في عندي extended transition ممكن يكون معها إيش؟ يكون معها string. نفس الشيء Q0AB. Q0AB وين بتوديني؟ هاي نقطة مهمة شباب. لاحظ Q0AB وين بتوديني؟ نمشي هاي Q0AB بتوديني على Q2. وأنا Q2 بقدر أنتقل على Q3. ومن Q3 بقدر أنتقل على Q0. ليش؟ لأنه أنا عندي lambda transition. واضح؟ فبقول Q0AB بتوصلني على Q2 وQ2 بتوصلني على Q3 بدون ما أعمل كونسيوم ولا لا لأي إيش؟ لأي input. وQ3 دكتور لحظة. يعني آسف المقاطعة، طيب ليش ما قلت أنا أبي أروح Q1؟ لأنه قصده كامل string؟ Exactly، لما أعمل extended transition كامل string لازم أخلص string. يعني. لو أنا انتقلت لQ1 بس أخذت الA، فأنا عشان أحكي وين وصلت بعد ما مشيت AB. قصد كامل string. طبعا أوكي. وصلني على Q2، يوصلني على Q3، ووصلني على Q0. دكتور غلبك الوقت، خلص نيل دكتور، بس والله ارجع شوية للسلايد اللي ورا معليش. حاضر، اي سلايد دكتور؟ بس الكيوزير كيف قراها محن هون؟ هاد دكتور حلو. هلا انا Q0 قرأت AB، اقرأ AB انت احكي لي وين بتوصل. على Q2 اول شيء. حلو، على Q2. هلا انا واقف على Q2، مش بقدر اوصل على Q3. صح دكتور، باللمدة مزبوط. وبقدر اوصل على Q0 باللمدة برضه. صح، اي تمام دكتور. تمام اوكي. ماكو شباب، رجاء اشتغلوا على الوركشيت، سهلة جدا ما فيها شيء، حاولوا تحلوها لحالكم. يعني نشمية الوحيد اللي حاولت تحله بعثت لي الأسئلة اللي حطها فيها كتير سهلة، يعني ما حطيت ولا فيها ولا سؤال بدو ذكاء، كلها أسئلة نمطية سهلة. لازم تعمل براكتس شباب، المادة بدون براكتس صعب تنفهم. بلال، خلدون، محمد إيهاب، نشمية موجودة دكتور، خليل. نعم دكتور. محمد عادل. نعم. محمد نور موجود دكتور. مجد، فادي، سيف الدين موجود، نور حكمت موجود دكتور، أسيل. نعم دكتور. لؤي، ليث، عبد الرحمن، فرح، إيهاب، كنان. نعم دكتور. كنان. نعم نعم. أوكي. صالح عقرباوي. نعم دكتور. دكتور كنان شو اسمه؟ حسام خاطر. نعم. يزن. نعم دكتور موجود. فوزي. مرام. عمار.
موجود. محمد يونس موجود. دكتور زيد الأطرش موجود. دكتور أوكي. في حد ما طلع اسمه يا شباب؟ دكتور حطيت أنا ما مين؟ فادي وإيهاب. دكتور تمام. في حد معنا دكتور مين؟ إيهاب. سدلوا ياب. في حد تاني غير إيهاب؟ يعطيكم العافية شباب. شباب رجاء الكل يحاول يحل بليز. أسئلتها كتير سهلة ما فيها إشي، بس لازم تعمل براكتس على الـ NFA. يعطيك العافية دكتور. أوكي يعطيكم العافية شباب.